حد أدنى من السلام في المجتمع هو بسبب وجود عالم طيبة شعار المحبة ما بتهدف إلا لخدمة الإنسان واحترام حقوقه. صادق خلاد عبد النور رئيسة ومؤسسة جمعية بسمة هي الشخص الجامع الصفات كلها يلي قدرت من خلال كل دمعة دمعة كل إنسان كل هم كل ولد تقشع عمل ورجب الحياة. Ladies and gentlemen, let us all put our hands together to the exceptional and amazing Sandra Khlad. Merci Silvio على هالمقدمة الحلوة. سعادة النائب، الآباء الكرام، الحضور الكريم، مساء الخير. باسم كل فريق عمل بسمة وعيال بسمة بحب رحب فيكم واتشكركم كلكم لحضوركم اليوم بهالمناسبة يلي عم نحتفل فيها بمرور 13 سنة على تأسيس جمعيتنا. و وبجائزة أفضل جمعية لبنانية لسنة 2015 فزنا فيها بالبست ايدياليستيك ان جي او اوورد 2015. هالمسابقة نظمتها Quality Systems International Paris برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية والبلديات، منظمة الأمم المتحدة للتطوير، مؤسسة محمد شهيب الخيرية لتقييم عمل الجمعيات وفقاً لمعايير دقيقة، ومكافأة الجمعيات يلي عم تشتغل بجدية وفعالية. وصلت بسمة للنهائيات بين مئات الجمعيات وفازت بالجائزة الأولى بفئة تمكين المرأة، وبتجه الجائزة بمثابة مكافأة معنوية بتتوج 13 سنة عمل اجتماعي متواصل. فمثل ما بتعرفوا الوضع الاقتصادي بلبنان صعب ومن أسوأ إلى أسوأ بالأخص آخر سنتين بوجود أكثر من 1.5 مليون لاجئ على الأراضي اللبنانية. لما 30% من الشعب اللبناني عايش تحت خط الفقر، لما الحد الأدنى 450 دولار بالشهر وبالكاد يغطي أجار البيت وبعد ما أكلنا ما شربنا ما دفعنا قسطات المدرسة والطبابة وغيرهم، لما البنك الدولي بيتوقع انه الحروب المجاوره رح تاثر سلبا على لبنان وتزيد نسبه البطاله لل 20% باواخر 2015، لما اللبناني فقد لقمه عيشه، بيته، شغله، يعني كل ما تبقى من كرامته، لما المدارس الرسميه يلي بتقوي 50% من تلاميذنا عم بتعلم أجيال وأجيال دون مستوى التعليم المطلوب مما بيأثر مباشرة على سوق العمل، لما سوق التغذية والنشو والرطوبة بالبيوت عم بتأدي لأمراض مزمنة مثل الربو وفقر الدم وغيره، ومنعرف قديتها الأدوية والطبابة مكلفين وهن ضمان ما عندهم، لما عم نشوف أولاد عم تحاول تنتحر عمر 5 سنين من وطئة الحرمان، وأمات عم بتبيع أولادها، وبيات عم يرفعوا سكاكين على أولادهم ونسوانهم لأنهم منن قادرين يعيشون، لما أكترية العيال عايشين على أدوية الأعصاب وغالباً بدون مراقبة طبية، لما أكترية العيال بيعيشوا بأوضة وحدة مما بيؤدي لعنف أسري، لما ما في ضمان شيخوخة يأمن آخرة كريمة لكل شخص كدح كل حياته وبيستاهل يرتاح بشيخوخته ويموت بكرامة، وعم نشوف مسنين مشردين على الطرقات، لما منعرف أن الوضع الاقتصادي المتدهور عم بيؤدي لنزف شبابي ومشاكل معيشية مصرية، لما عم نحكي عن مئات وآلاف العيال مش عن عيلة وعيلتين
وهيدا مجتمعنا للأسف. لما الكل خايف من بكرة، وحتى أنتو وأنا منعرف إنه مجتمعنا مريض، مريض من الفقر واليأس. صحيح هيدي هي الصورة يلي عم نشوفها كل يوم ببصمة، بس ما عم نتعود أبدا على هالفقر يلي بيقتلن هن وعايشين، هالموت البطيء يلي بيسرق جوهر الإنسان وبيتركه عاري قدام الجميع، كبار صغار ومسنين، ما بيرحم حدا. بهالإطار عملنا ببصمة عم بيكون له أكثر وأكثر أهمية، بما إنه دورنا نوقف حد العائلات المحتاجة وندعمه ونأمن لهم كل حاجاتهم الأساسية من مواد غذائية، مواد تنظيف، ملابس، وسائل تدفئة، أدوية، فحوصات طبية، استشفاء، علاج الأسنان والنظر، نشاطات ترفيهية، ثقافية، رياضية، استمرارية بالمدارس، إيجاد فرص عمل، متابعة وعلاج نفسيين وغيرهم وغيرهم. منواكب العيال على فترة زمنية طويلة مع فريق أخصائيين من مساعدات اجتماعيات ومعالجين وأخصائيين نفسيين، من خلال خطة عمل تشمل أهداف على المدى القصير، المدى المتوسط والمدى الطويل. هالدعم المتكامل وعلى المدى الطويل هو ميزة جمعيتنا وكفيل لنتائج ملموسة مع العيال. فبعد 13 سنة شفنا النتيجة الفعالة، وين كانوا العيال وين صاروا من بعد ما بصمة فاتت على حياتهم. قبل بصمة كانوا الشباب يتركوا المدرسة بكير تيشتغلوا ويساعدوا عيالهم، يشتغلوا برواتب متدنية، يتجوزوا ويجيبوا أولاد منهم قادرين يعيشون، وترجع حلقة الفقر تعيد حالها. مع بصمة كبروا الأولاد، تعلموا، فاتوا على الجامعة، وصاروا اليوم بيشتغلوا بأكبر شركات وبنوك بلبنان، وصاروا هن بيساعدوا عيالهم، وصاروا متطوعين ببصمة. بال 2015 وزعنا 4800 حصة شهرية من مواد غذائية، مواد تنظيف وملابس، و 18000 وجبة ساخنة من خلال مطعم البسمة يلي بيوزع وجبات ساخنة للمسنين بجو من الفرح والمرح والموسيقى. أمننا 5000 مساعدة طبية من أدوية، فحوصات طبية، استشفاء، علاج الأسنان والنظر. أمننا 2400 جلسة متابعة وعلاج نفسيين. قدمنا بطاقات تأمين على الصحة بالمستشفيات لمئة أم. أمننا 11000 ساعة دروس خصوصية مجانية، بالإضافة لمنح مدرسية، كتب وقرطاسية وكوستيوم ل 600 ولد، وكانت نسبة نجاح أولاد بصمة بالامتحانات الرسمية 98%. و وبكل الصفوف 87%. رممنا 10 بيوت وجهزنا 70 بيت تجهيز كامل من فرش، أدوات منزلية، آليات كهربائية ووسائل تدفئة. الأهل هن العنصر الأساسي لتطوير العائلة. نسعى لنرد لهم دورهم الفعال بالمجتمع، منأمن لهم التدريبات المهنية اللازمة، مننمي لهم قدراتهم، منلاقي لهم وظائف من خلال مكتبنا للتوظيف، وقدرنا هالسنة نأمن 500 فرصة عمل. نحضن المسنين المريضين المتروكين ومنأمن لهم مساعدات عديدة بالإضافة للوجبات الساخنة، مثل عمليات طارئة وعمليات مي زرقاء، عمليات كسر ورك، وجبات لأسنان وغيره. وللمسنين يلي ما بيقدروا يوصلوا على مطعم البسمة بسبب المرض أو غيره، بصمة بتوصل لهم الوجبات على بيوتهم من خلال برنامج دينر ديليفري. وبحالة طوارئ ساعدنا 15000 لاجئ عراقي بلبنان من صيف 2014 لليوم. أمنا لهم مساعدات غذائية، ملابس، مستلزمات الأطفال، مستلزمات المنازل. أمنا أجار بيوت ل 120 عائلة. أمنا خدمات طبية ل 300 شخص. وقدمنا 1000 هدية شخصية لأطفال العراق بعيد الميلاد 2014. تساعد 85000 شخص ب 13 سنة وبعدها مكفية، بفضلكم وبفضل قلبكم الكبير.
فبدون دعمكم نحن ما بنقدر نقوم بكل هالعمل. بحب اشكر بهالمناسبة كل المحسنين وكل ممولي بصمة وكل الشركات يلي عم تدعمنا على مدار السنة وتأملنا المساعدات النوعية. بدي اشكر بدري عن سليم المعوشي لوفر كوين ايتاب اسماء اطول مسعود عوبيشي او سي بي اي تي وركس كافي بلان براوس اريبيا. بدي اشكر كل المدارس اللي عم بتنسق معنا بالعمل الاجتماعي، كوليج اليزي، كوليج نوتردام دو جامبور، كوليج نوتردام دو نازاريت، لاند سي فرانكو ليباني، اي سي، سي اي اس، شانفيل، سانكار سوفي، والجامعات، الجامعة اللبنانية، ال اي يو، اي يو بي، ان دي يو، اي اس جي، اي اس تي، وهاي غازيان. كل السبونسرز اللي ساهموا بنجاح السهرة اليوم، فورد، اش اس سي، بنك اوف بيروت، ماك هولدينغز، فرنسا بنك، جحشين باث اند كيتشن، تكمان، سامسونج، ريتيل جروب، مساحة، ماتيس ايفنت، سيلكت، سارة، Établissement Antoine Massoud, Chmele and Chmele Printings. شكر خاص للجنة تنظيم هالعشاء ولكل الأشخاص يلي قدموا أفضل ما عندهم اليوم تيخدموا رسالة البسمة. ريتا لمع حنكر، سيلفيو شيحة، ماريتا حلاني، ميشيل أبو سليمان، ميشيل فاضل ومطي وخضر. آخراً وليس أخيراً بدي أشكر كل فريق عمل بسمة ومتطوعي بسمة يلي عم يعطوا من وقتهم وزيتهم تيغيروا حياة عيال بكل محبة وإخلاص. بظل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية المعيشية البيئية السياسية بغياب الدولة بغياب الطبقة الوسطى بغياب كل ضمانات الشعب مسؤوليتنا كمواطنين لبنانيين نوقف وقفة تضامنية مع العيال المحتاجة. فكلنا بالأخير نحن كلنا الموجودين هون عم نربي أولادنا بهالمجتمع وبهمنا يربوا بمجتمع سليم ما إلنا إلا بعضنا البعض ولبنان بحاجة لإلنا. خلينا نقرر نكون جزء من الحل وقوة التغيير بمجتمعنا لنحارب الفقر ونقهر الجوع والبطالة ونمحي الأمية ونبني كلنا سوا مجتمع أفضل ومستقبل لامع للأجيال اللي عم تنشأ اليوم. فنحن ببسمة واعيين كل الوعي على مسؤوليتنا ومصممين أكثر من أي وقت مضى على المثابرة بمهمتنا ونضم تحت رعايتنا كل بائعات الكبريت وعيالهم. فشعارنا بسمة empowering families building the future. ساعدونا نساعدهم. لكل الأشخاص اللي بحبوا يساعدوا العيال المحتاجة من خلال بسمة فيكم تتبنوا عائلة ابتداء من 50 دولار بالشهر فقط أو تمولوا برامجنا ومشاريعنا. مشروعنا لل 2016 هو تدشين مركز لاستقبال العيال تنقدر نخدمهم بطريقة فعالة أكثر. هدفنا هو رسم البسمة على وجوههم بأمل يوصل لبنان لبلد أحلامنا مع توفير خدمات الطبابة والتعليم المجانية للجميع وضمان الشيخوخة للمسنين. بدي أشكركم بعد مرة لحضوركم اليوم ولدعمكم المستمر. بتمنى لكم سهرة حلوة.